ومشاهدينا، ما زلنا في متابعة تداعيات كورونا، ولكن هذه المرة تداعيات اقتصادية. قال ديفيد مالبس رئيس البنك الدولي أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 والآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى ركود عالمي ضخم، من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة. وأضاف مالبس في منشور له أنه يعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم، ولا سيما للدول الفقيرة، وقال إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعماء دول أفارقة من أجل احتواء أثار فيروس أو تفشي فيروس كورونا. في سياق آخر أيضا، توقع بنك التنمية الآسيوي أن تتراوح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي ما بين 2000 مليار إلى 4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% إلى 4.8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. أوضحت المنظمة ومقرها في مانيلا في تقرير نشرته أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع، كونها لا تأخذ بالاعتبار الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة، وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل. للمزيد من المتابعة في هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. ركود عالمي ضخم، لو توضح لنا وتفسر لنا أكثر تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. يعني طبعا احنا شفنا العالم كله، يمكن حتى كانت اعلنت مجموعه البنك الدولي ان العالم دخل بشكل رسمي في مرحله ركود. يمكن احنا بنتكلم يعني الى اي مدى يمكن ان تستمر الازمه. لدينا عدد من السيناريوهات للخسائر العالميه، يعني في سيناريو متفائل كان تحدث عنه مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه الانوكتاد، انه يعني في خسائر يمكن قد تصل الى لحد فترة منتصف مارس إلى تريليون دولار تقريبا، وفي سيناريو أكثر تشاؤما يعني مع استمرار الأزمة قد تتجاوز خسائر الاقتصاد عالميا إلى 4 تريليون أو 4000 دولار. الجميع خاسر بدون استثناء، كل دول العالم أصبحت تعاني من تدهور أو حدوث أزمة اقتصادية. قد يكون يعني قطاع البورصة والأسهم هو أكبر وأول قطاع تعرض لصدمة كبيرة، يمكن كانت خسائره كبيرة وفادحة، لقطاع السياحة وقطاع المواصلات خاصة قطاع الطيران. وأصبحت الدول العظمى والدول الكبرى من أكبر الخاسرين بالإضافة إلى الدول النامية، الأمر اللي دعا مجموعة البنك الدولي إن هي يعني تطرح بشكل عاجل ما يقترب من 150 مليار دولار علشان تواجه تلك الأزمة أو علشان تواجه تداعيات تلك الأزمة. طيب دكتور كريم، يعني كان هناك برضو تصريح للسيد ديفيد مالبس قال أنه يعتزم الرد بقوة وبشكل واسع وببرامج دعم للدول الفقيرة. يعني برأيك ما هي آلية تنفيذ هذه البرامج؟ ربما يعني طبعا الدول الأكثر فقرا زي ما قلت هي قد تكون الأكثر معاناة، وقد يزداد الفقير فقرا، ويعني وتزداد معاناة الفقراء في الدول النامية والدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية، وبالتالي يمكن كانت تخصص عدد مبلغ كبير وعملاق علشان مواجهة تلك الأزمة. بدايتها طبعا يعني تكمن في مواجهة المرض، وازاي انك انت تقدر تسرع تقلل من انتشار المرض، الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى انك انت تسرع من العلاج المتعافيين، كمان انك انت تواجه الأزمة الاقتصادية عن طريق انك انت تخلي الدول بقدر المستطاع أنها تستفيد من إمكانياتها، وأيضا توفر السلع والمنتجات الأساسية لتلك الدول، لأن طبعا يعني إحنا الدول في بعض الدول هي مستورد صافي للسلع والمنتجات الغذائية، وبالتالي الدول دي هتكون متعرضة لموجة كبيرة من التضخم، بالإضافة لأن يمكن توزيع تلك الأموال قد يكون على مقدار ما تعرضت تلك الدولة من أزمة أو مقدار الخسائر التي تعانيها. بالإضافة على الجانب الآخر، كانت التجهيزات الدولية التي يتم تحديدها
يعني يمكن قد تختلف من دولة إلى أخرى. كمان كانت مجموعة البنك الدولي قد طرحت مبادرة بتأجيل أقساط الدول النامية، خاصة فدعت الدائنين إلى تأجيل أقساط الدول النامية حتى يعني يمكن تخصيص موارد الدول النامية بشكل أكبر وبشكل أكثر فاعلية لمواجهة خسائر الاقتصاد. طيب دكتور كريم، يعني حتى الدول المتعافية مثل الصين تجد الآن مشكلة في توزيع ما يتم إنتاجه، يعني الاستيراد والتصدير ربما في الصين متعطل بعض الشيء، وهذا أيضا ضرب بالاقتصاد الصيني أكثر. حتى الدول المتعافية لا تنجو من تداعيات أزمة كورونا، برأيك متى من المتوقع أن نقول أن هذه الأزمة الاقتصادية تحديدا جراء كوفيد-19 قد انتهت؟ يعني طبعا احنا هنا لما نيجي نتحدث عن الآثار الاقتصادية فلا مجال للحديث عنها أصبحت دولة متعافية في الوضع الحالي. يعني الصين حتى لو كانت البيانات وتشير البيانات اللي طالعة منها أن هي تعافت أو تم انحسار المرض، ولكن اقتصاديا لا تزال الأزمة موجودة اقتصاديا وبشدة، لأن طبعا الصين يعني الموضوع ليس داخلي ولكن هو خارجي، هي دولة مستوردة ودولة مصدرة، يعني يمكن اقتصادها قائم بالأساس على التصدير، فهي أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مستورد في العالم، فهي بشكل أو بآخر مرتبطة مع العالم الخارجي، فهي لا تزال تحقق خسائر. حركة التجارة حصل فيها تباطؤ، وبالتالي كلما حدث تباطؤ في حركة التجارة كلما حدث تباطؤ في الاقتصاد الصيني. يعني يمكن يفقد الاقتصاد الصيني ما يقترب من 1.5 إلى 2% تقريبا من معدل نموه في عام 2020. ايضا باقي دول العالم، يعني حتى لو افترضنا ان توجد دوله لم يصبها المرض ولكن هي في حركه تجاره وفي حركه انفتاح مع العالم، وبالتالي كلما كان العالم فيه مشاكل فده طبعا هينعكس على باقي دول العالم، وكلما كان كبر حجم اقتصادك كلما يترتب عليه انك انت يعني قد تتعرض يعني لازمه اقتصاديه كبيره وعنيفه. يعني كمان دكتور كريم، من خلال ما تتفضل به نستطيع قول أو نضع يعني هذه المعطيات جميعا تحت عنوان واحد، وأن الاقتصاد العالمي الآن بات مرهون بالسيطرة على تفشي كورونا؟ طبعا بالفعل، يعني يمكن على أولوية اهتمام الاقتصاد العالمي الآن وإيجاد علاج وإيجاد مصل ولقاح لهذا المرض، لأنه هو عملية تعطيل للاقتصاد العالمي. يمكن الاقتصاد العالمي أنا زي ما قلت في بداية كلامي دخل في مرحلة الركود بشكل رسمي، ليست مثل التي حدثت في عام 2009 و2008 الأزمة العالمية ولا ليست اللي حدثت أيام 97 في آسيا الأزمة الاقتصادية الآسيوية، ولكن يعني يمكن تكون أصعب أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يعني بشكل تقديري، لان احنا هنا يعني تعرض ال 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 يعني مشكله الاقتصاد العالمي في ازمه كورونا ادت الى يعني انخفاض الطلب والعرض في نفس الوقت، ايضا حدثت نوع من حاله الهلع لدى المستثمر وفي نفس الوقت للمستهلك، وبالتالي يعني حصل انخفاض في انتاج السلع والخدمات والمنتجات وايضا انخفاض في الطلب عليها، وشل القطاعات الاقتصاديه بشكل كامل زي السياحه زي قطاع النقل والمواصلات، يعني كل الانشطه الاقتصاديه في العالم تعرضت لنوع من انواع الشلل، وبالتالي حتى بعد انتهاء أو في حالة انحصار مرض كورونا أو كورونا فيروس يعني سوف يظل يعاني العالم يعني لفترات يعني ممكن تتجاوز. طيب دكتور كريم، إذا نظرنا ربما بنظرة تفاؤلية نوعا ما، أولى القطاعات التي ستتعافى جراء هذه الأزمة برأيك أي قطاع؟ يعني أظن أن قطاع المواد الغذائية والسلع الزراعية يعني قد يكون أول قطاع يتعافى بعد الأزمة بعد انتهاء الأزمة. كمان أنا أظن أن قطاع الصحة وشركات الأدوية في حالة يعني أن هي تمكنت من إيجاد مصل وعلاج لهذا المرض يعني قد تكون أيضا من القطاعات التي سوف تتعافى بسرعة. كما يعني كمان أن نأمل بعد انتهاء الأزمة أن يعود قطاع السياحة والسفر وقطاع الطيران والتنقل، يعني أنه يسترد عافيته بشكل كبير. طيب بحديثك دكتور كريم عن القطاع الصحي، ألا يعد الآن هناك أزمة ثقة ربما بين المواطن أو بين من ينتفع بهذه الخدمات، وما أدت إلى تسارع وازدياد هذه الأزمة فيما يتعلق بالقطاع الصحي تحديداً؟
يعني هو طبعا القطاع الصحي هو القطاع الاهم في الفتره الحاليه، ولكن احنا يعني مشكله الفيروس الكبيره ان بيعمل طلب كبير او بيعمل يعني زياده في زياده على المستشفيات، وجود عدد كبير من المرضى في وقت واحد وفي وقت قصير، خلى ان قطاع الصحه ليس فقط في الدول الناميه ولكن في كل دول العالم اصبح غير مستعد لاستقبال هذا العدد الكبير من المرضى، وبالتالي يمكن هنا ظهرت ازمه كبيره، لان يعني لم يكن يتوقع ان العدد الكبير او مئات الالوف من المرضى خاصه في الدول الكبرى والدول المتقدمه والعالم الغربي بشكل يعني كبير، يعني بشكل كبير يتوافد على المستشفيات، وهنا ظهرت ازمه، وده طبعا يعني اكيد هيكون درس يتعلم منه العالم، انها تبتدي الدول في الفترات القادمه انها تاخذ استعداداتها ان هي توفر عدد كبير من العدد كبير من الاقامات او من الاسره داخل المستشفيات او حتى مراكز صحيه يعني تستوعب عدد كبير من المواطنين في حاله وجود امراض مثل فيروس كورونا. نعم دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي كنت معي هاتفيا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.